رح نختم مشاهدينا مع محطة ثقافية ورح نحكي عن الأدب العربي اللي كان له بصمة كتير كبيرة بالحضارة والثقافة. رح نتعرف عليه أكثر بين الماضي والحاضر، وأكيد نتعرف على مفهوم الحداثة وهل هي اليوم بتتعارض مع الأصالة بالأدب العربي وكيف عم يكون انتشاره بوقتنا الحالي. تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنه ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الاستاذه نوار الشاطر، كاتبه وشاعره. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير استاذه نوار، واهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبدايه هيك نتعرف على الادب العربي. اليوم عم نحكي نحن اليوم بين تراث ماضي اليوم تعمقنا فيه نحن كنا كاشخاص، اجدادنا ورثوه لنا حتى عبر الاجيال. اليوم الادب العربي شو هو الشيء الاساسي اللي قدمه للانسان، كان الفارق الأساسي كمان بين الماضي والحاضر؟ هلأ مثل ما هو معروف أنه اللغة هي الوسيلة التعبيرية الأولى اللي بيستخدمها الإنسان حتى يعبر عن أفكاره، مشاعره، عواطفه، القضايا اللي بتهمه. والأدب العربي بكل ألوانه سواء كان شعر أم نثر هو الصورة أو التجلي الأسمى للغة العربية أو التجلي الأجمل للغة العربية. قديماً بنلاحظ أنه كان في اهتمام كتير كبير بموضوع الشعر، وكان في أسواق تعقد سنوياً بالعصر الجاهلي لهذا الموضوع. نحن في عنا مثال سوق عكاظ كان ينعقد من عام 501 للميلاد. هذا السوق كان بمثابة تجمع فكري، ثقافي، تجاري، أدبي، بيستعرضوا فيه العرب البضائع والفرسان بيستعرضوا مهاراتهم الفروسية. كمان كان الشعر له دور، فمنلاحظ بهديك الفترة كان الشعر هو الوسيلة الإعلامية الأولى اللي بيتداولوها الناس لحتى يعرفوا الأخبار، المآسر، البطولات، الحروب. بهذا السوق كان في قصائد يتداولوها الناس، وكان في مثل المسابقة الشعرية إنه القصيدة الفائزة، وكان في لجنة تحكيم، فكانت القصيدة الفائزة هي يتداولوها العرب وتكون إلى محطة أو أثر بالإنسان العربي بهذاك الوقت. استمر سوق عكاظ بفترته الذهبية حتى بداية الإسلام. مع بداية الإسلام كونه كان يتعارض بموضوع أنه كان في طقوس وثنية فتوقف سوق عكاظ، لكن الشعر والنثر ازدهر أكثر بالعصر الإسلامي. فمنلاحظ أنه القرآن الكريم كان له دور كتير كبير بحفظ اللغة العربية والحفاظ عليها لحتى وقتنا الحالي. بالعصر الأموي والعباسي كان الشعر كمان له مكانة كبيرة، فكان الشعر مثلاً أنه قصيدة واحدة ترفع شخص أو تنزل شخص، فكانوا القاضة أو الحكام أو المسؤولين يخافوا من فكرة الشاعر إذا كتب قصيدة هجاء أو كتب قصيدة مدح. فمنلاحظ أنه كان الشعر له دور كتير كبير بهذاك الوقت. أما بالعصر الحالي مع ظهور وسائل الإعلام والتلفزيون والسينما والصحافة تراجع دور الأدب بحياة الناس، فصار الإعلام بكل أشكاله وخاصة السوشيال ميديا هو محط اهتمام عند الناس كلياته. صحيح. قبل ما نسمع شيء من حضرتك اليوم أستاذة نوار، خلينا نحكي عن مفهوم الحداثة أو المعاصرة بالأدب العربي. نحن شو بنقصد فيه؟ هلا الحداثة أو المعاصرة هو مصطلح ظهر حتى هو إنه اللغة ما أنا كائن جامد، اللغة هي كائن مرن بيتصف بالليونة إنه بيتأقلم وبيتكيف مع أي عصر بتكون فيه. فاللغة عبر التاريخ خضعت لتغيرات، التغيرات كانت هي بمثابة تجديد أو تحديث، مثلا تجديد بالأشكال الفنية للقصيدة إذا بدي أحكي على مجال الشعر، أو بالأساليب الفنية أو الأساليب الأدبية اللي بيستخدمها الكاتب. فمصطلح الحداثة ظهر حتى يواكب العصر يلي نحن عايشين فيه، وحتى اللغة تكون قريبة للإنسان بالوقت اللي بيكون هو فيه. فمنلاحظ انه مثلا بالعصر الجاهلي المعلقات يلي كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على جدار الكعبه، اللغه والمفردات اللي فيها والمواضيع ما بتناسب وقتنا هذا. فجاء التحديث هو طلب للانسان، يعني مثل اي شيء بالحياه، يعني دائما كل شيء بالحياه خاضع للتحديث والتبدل والتطور حتى يتلائم مع الانسان وروح العصر يلي نحن فيه. فكان الادب كمان له حصه بموضوع الحداثه والتجديد. هلا كنا عم نحكي عن المرونه وانه اللغه العربيه اكثر مرونه وممكن تتغير بكثير من الحالات، ولكن اليوم عم تحكي انت عن حداثه ممكن وهي تكون متعارضه مع الاصاله للادب العربي. هلا نظريا هي متعارضه وغير متعارضه. الحداثه هي امتداد للاصاله، فكل شيء تجديد ادبي او شعري
هو نتاج الماضي، يعني نتاج الموروث الفكري الشعري الحضاري اللي كان موجود بالماضي، واي تحديث هو عم يبنى على شيء ادبي كان بالماضي. يعني ما ممكن اليوم التحديث يتعارض مع الاصل، يعني الاصل بيتعارض. هلا اذا نحن تابعنا مسيره الشعر مثل ما حكينا انه الشعر العربي بلش بالشعر العمودي اللي بيمثل هو اصاله اللغه العربيه وبيمثل هو هويه الشعر. الشعر العربي العمودي مثل ما هو معروف مبني على الاوزان الشعريه او البحور الشعريه. هاي البحور ظلت مستمرة ومستخدمة لوقتنا الحالي، لكن بتقريبا منتصف الثلاثينيات أو بآخر الثلاثينيات ظهرت قصيدة التفعيلة أو الشعر الحر، طلعت فيها الشاعرة العراقية نازك الملائكي عام 1947، فكان هذا اللون الأدبي بمثابة ثورة شعرية وتجديد شعري بيتعارض مع الأصالة. حتى في كتير شعراء بهذاك الوقت عارضوا هذا اللون الأدبي. طبعا القصيدة اختلفت بالشكل أنه هي عبارة عن أسطر لكن مبنية على تفعيلة واحدة من تفعيلات البحور الشعرية. بعدين اجا ادباء مثل بدر شاكر السياب وغيرهم تبنوا هذا اللون الادبي وانتشر بالاوساط الثقافيه والفنيه. بعدين التجديد ظل مستمر، يعني احنا بنقول انه ما في حدود معينه للغه، اللغه يعني هي مساحه رحبه جدا. فطلعت بعدين قصيده النثر تقريبا باواخر الثلاثينيات، وكان السوريين حصه كثير كبيره بموضوع قصيده النثر وانتشاره، فكان اول شخص كتب قصيده نثر بالشكل المتعارف عليه هو الدكتور فرانسيس مراش، وهو هو احد رواد النهضه العربيه الفكريه يلي صارت بالوطن العربي. بعدين تبعوا رواد كانوا كمان سوريين مثل محمد الماغوط، مثل ادونيس، كمان في عندنا شاعر لبناني انسي الحاج، وفي عندنا يوسف الخال، كان لهم دور كثير كبير بنشر ثقافه قصيده النثر بين الناس، وحتى بالاوساط الادبيه أخذت مكانة وفائدتها، يعني كان في لها فوائد هلا بنحكي عنها. أكيد خلينا نحكي عندك اليوم اهتمام بقصائد النثر وعندك اهتمام كتير كبير بهذا المجال بهذا اللون الشعري، خلينا نحكي سبب اهتمامك فيه ونسمع كمان شيء من حضرتك. هلا الاهتمام انه انا بميل لموضوع الشعر الحديث اكثر من القديم. ليش؟ لانه الشعر الحديث اول شيء المفردات والمعالجه المواضيع بتلائم شخصيتي اكثر. ثاني شيء ادوات الكتابه بالنسبه للنثر بالنسبه لي انا متمكنه فيها اكثر من الشعر العمودي. فدائما الاديب لازم يتجه نحو الشيء اللي هو بيعرف يكتبه، يلي هو ممكن يبدع فيه. فكان موضوع النثر بالنسبه لي هو اتجاه ادبي نتج عنه ثلاث دواوين شعريه نثريه، هي هدي القلب، كوكب دري، وهالبلاغك الشعري. رح سمعكم قصيده بعنوان لنفرض جدلا، هي من ديوان الاول هدي القلب. لنفرض جدلا أني لا أحبك، وأن كل هذه القصائد ليست إلا محاولات فاشلة لإجهاضك مني، أو ربما لإنجابك فيا. ربما لنفرض جدلا أنك جدا تحبني، وأن أنوثتي أتقنت بناء حصونها المنيعة أمام كبريائك، أو أن سهامك أصابت قلبي في مهلك. لنفرض جدلا أني مهدت لك الطريق جيدا كي تبوح للعصافير العابرة بعشقك لي لحظة حب صادقة، وأنك اقتنفت هذه اللحظة كصياد ماهر ورميت كل شباك فتنتك علي لأصبح فريسة سهلة لأنامل غرامك الحريرية، وكأنني ما ولدت إلا من رحم عينيك أغنية حب. أستاذة نوار، يعني أنت اليوم كشاعرة، وخلينا نقول غير أنه امرأة شرقية كمان شاعرة شرقية، خلينا اليوم نحكي أو نركز على هي الصعوبات يلي بتواجهها الشاعرة الشرقية، شو بتكون؟ هلأ نحن بمجتمع شرقي ذكوري بمجد الذكور، وبينظر للمرأة دائما نظرة دونية، وهذا الشعر وهذا الشيء كمان انطبق على الشعر، فمنلاحظ اليوم عم نلاحظ أنه اليوم نحن عم نثبت العكس. بنلاحظ انه كمان بالشعر المراه مو اخذه حقها، او دائما النظره كمان عم تكون الى دونيه، لكن نازك الملائكه غيرت هذا الشيء من خلال انه هي كانت مجدده، امراه شاعره جددت بحركه الشعر العربي وعملت ثوره شعريه كثير كبيره. طبعا نحن بمجتمعاتنا المحافظه دائما بينظروا للمراه نظره انه هي عوره في كل شيء، فلما بتكون شاعرة خاصة إذا شاعرت غزل مثلي بدها تعبر عن مشاعرها وعواطفها دائما في قيود، فالصعوبات أو المعيقات إني أنا ملتزمة بحدود معينة، ما فيني أنا أتجاوز حدود ممكن تخدش حياء القارئ أو تخدش حيائي كأنثى.
الجرأة بتكون بالطرح، انك تطرحي موضوع جريء وتعالجيه بطريقة لطيفة، بطريقة راقية، بحيث انه تستخدمي مفردات توصل الفكرة اللي انت بدك اياها وتخلي القارئ يسرح بخياله معك بدون ما تعبري عنها بشكل مباشر صريح. ممكن هذا الشيء يأثر عليك شخصيا، او مثلا المرأة الكاتبة الجريئة دائما تهاجم من قبل المجتمع ومن قبل الرجال، يعني انه انت عم تكتبي بشكل جريء وهذا الشيء بيخلوك مستباحة. فأنا برأيي انه جرأة حلوة كثير، لكن الجرأة بمواضعها وجرأة بالمعالجة اجمل من انك انت تستخدمي الفاظ جريئة ما أنا مناسبة لمجتمعاتنا الشرقية، ونحن ما لنا بفكرة انه تكون المرأة مباحة، لازم دائما المرأة تكون مقدسة كشاعرة كأنثى، تكون هيك كيان جميل جدا، كيان لا يمس، كيان رائع، حتى لو كانت هي عم تتغزل بالرجل عم تحكي عن عواطفها، تضل هي النظرة الحلوة للمرأة موجودة حتى في شعرها. أكيد حلوة هاي الكلمات اللي فيها جرأة مثل ما ذكرتي حضرتك، ونادراً يمكن الأشخاص يلي بيعتمدوا هيدا الأسلوب بكتابة الشعر. أستاذة نوار، أنت أمتى بلشتي بكتابة الشعر أو القصائد؟ هلأ أنا من طفولتي بكتب كتير، بميل لموضوع النثر والتدوين، كان بحب موضوع فكرة كتابة المذكرات، كتابة قصائد النثر، تأثرت كتير بجبران خليل جبران، هو كاتب المفضل، بعدين نزار قباني، بعدين محمود درويش، هدول كلهم من رواد الحداثة الأدبية. لكن الكتابة الاحترافية بلشت من حوالي 7 سنين، كنت بالغربة فكان عندي وقت ومساحة لموضوع الكتابة، والشوق والمشاعر كانت كتير جياشة، هذا الشيء دفعني للكتابة أكثر، وخلى القصائد بشكل عام تحكي عن الحب، عن الشوق، عن الحنين، عن الأمل، لأنه نحن دائما يعني الشعراء بيكتبوا أوهام أو مثلا خيالات، لكن هي الخيالات بتبث الأمل بالقارئ، بتبث الأمل بالكاتب نفسه، فبتعطيه مدد للحياة، مدد للاستمرارية. صحيح. شايفة معك كتاب اسمه هدية قلب، ما هيك؟ هذا من كتابتك؟ نعم، هذا الديوان الشعري الأول، هو عبارة عن قصائد شعرية غزلية منوعة 140 صفحة تقريبا، في 40 قصيدة بتحكي عن الحب، عن الوطن، عن الحبيب، عن الأهل، حتى عن أطفالي، فكان هو تجربة منوعة وكانت أول تجربة لإلي، وأنا كنت خايفة من موضوع الطباعة أو أني أقدم نفسي للقارئ بشكل جدي، لكن يعني الإنسان بده خطوة أولى حتى هو ينطلق، بدون خطوة أولى بدون تجربة ما بيقدر يصدر أفكاره أو رسالته ككاتب كشاعر للآخرين. شو رأيك تسمعينا هيك شيء منه ولو بسيط؟ هلأ رح سمعكم قصيدة بعنوان صهيل الرباب. كطلاء للروح بمداد القلب أرسم الضوء، أعيد تدوير نفسي، أقتلع أوتاد قلقي، أمزق شطر صمتي، أحشو صدر عجزي بضروب عارضة الأمل، أتنفس الشعر شهيقا بأوزان مختلة المشاعر، بقافية حزن أشبع رويها بصدى الألم، لا بحر يحتوي منحي لينظم سفن قصائدي الغارقة بالشوق، هذيان المجازي يسبح وهما في بيت أغنيتي، وأنا بلا حنجرة أحدو عيس غربتي، أنوخ بأشرعة وحدتي، أجلجل بالمطر الجارح كي يكف عن جرف ملامحي. أكيد سلمت أناملك وقلمك الجميل أستاذة نوار. خلينا بالختام نعطي نصائح لكل الشباب أو الصبايا المهتمين بالأدب العربي، ببداية بكتابة الشعر، بكتابة القصائد، خلينا شوفينا نعطيهم نصائح كرمال يمشي عليها. بالنسبة لقصيدة النثر، كوني أنا بكتب هذا اللون الأدبي، وكون هذا اللون انتشر كثير بالأوساط الشابة وبالأوساط الأدبية، وصار هو اللون المفضل، لأنه أول شيء هو عم يلبي الحاجات الشعورية عند الشباب الكتاب والشعراء، وعم يخليهم يتحرروا من موضوع الوزن والقافية والقيود يلي موجودة في الشعر العمودي أو شعر التفعيلة. فبتمنى أنه يقرأوا أكثر عن موضوع قصيدة النثر، موضوع قصيدة النثر ما يستهونوا، لأنه هلأ صار أي شخص بيكتب كلمتين كم كلمة بيقول أنه هو صار شاعر، يعتبر شاعر. فالشعر بده دراسة، الشعر بده قراءة، الشعر بده معرفة، بالإضافة لموضوع الموهبة، أنه يثقلوا بالقراءات المنوعة ويعرفوا شو هي قواعد أو كيف بتنبنى قصيدة النثر، ويكون عندهم قوة شاعرية، يكون في عندهم إيجاز، مفردات، كثافة، يكون في عندهم أساليب فنية أدبية تخلي هاي القصيدة الشعرية تخلق صدى حلو عند القارئ، وتخلي الناس تنجذب للأدب والشعر وتحبش فكرة الشعر من جديد، لأنه نحن لاحظنا
انه الادب بالفتره الاخيره نتيجه الهموم ما عاد في اقبال عليه كثير. صحيح. والسوشيال ميديا والاعلام طاغي كثير على فكر الناس، ما عاد ضل في مساحه للقراءه. فمن خلال الادب بنحاول انه نرجع الناس للقراءه، نرجع الناس للمشاعر الحلوه، نفيق هذا الخيال الحلو ونخلي هيك في علاقه انسانيه، لانه وظيفه الادب هو انه الارتقاء بالنفس الانسانيه، الارتقاء بالافكار ونشر الثقافه الانسانيه. يعني الشعر هو عباره عن موروث، يعني عباره عن تراث، نحن هيك عم نحافظ على تراثنا ونصدره للاجيال القادمه. قصدك يمكن هيك ولو توضيحيا يعني نرجع الناس اكثر للكتاب، انه يحملوا كتاب ويقراوا بشكل ورقي؟ اكيد في كثير عالم ممكن تتثقف وتقرا عن طريق الموبايل. بدنا نشكر حضورك معنا اليوم استاذ نوار الشاطر، نورتي، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه. شكرا لك استاذ نوار لوجودك معنا ولكل المعلومات الثقافيه والادبيه يلي اغنيتي صباحنا فيها. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. اهلا وسهلا.